بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. تعب المنتخب الليبي للمحليين مباراتين في بطولة الشان المقامة في الجزائر، وفي المباراتين خسر خسارة فادحة، زيد انه هو قدم مستوى اقل من المتواضع. ليش ولماذا والاسباب والمسببات الفنية والادارية، هذا اللي حنحكوا فيه اليوم. انا عز شيكا وهذا برنامجكم شيكا جول. اي منتخب او نادي لما يجي يشارك في بطوله ضروري يكون عنده اهداف واضحه، بتفوز بالبطوله، ما تبيش تهبط، تبي تقعد في النص، تبي تتاهل البطوله الافريقيه وهكذا. لكن يبدو ان احنا ما كانش عندنا هدف واضح، وهذه حاجه مش جديده علينا. نحن نخش ديما البطولات ونقولوا يعني لنا شرف المشاركه. انا واحد من الناس لو كنت انا مسؤول وقتها حيكون هدفي هو تجهيز منتخب وفريق جديد وتطعيمه بعناصر صغيره باعمارها بين ال20 بين 23 عشان المستقبل. لان ببساطه وبوضوح انك انت تتاهل فقط لبطوله الكان افضل 100 مره من انك تاخذ بطوله الشان، لان بطوله الكان هي البطوله الرسميه للقاره، هي البطوله اللي لما تفوز فيها في مباريات او التقدم يزيد تصنيفك وتساعدك بعدين في المجموعات. لكن للاسف وزي ما حكينا من اسبوعين ان جينا لقينا مارتينيز المدرب الفرنسي للمنتخب الليبي دار قائمه غريبه جدا، قائمه مليانه بلاعبين فاتوا سن ال 30، ومع العلم ان احنا عندنا منتخب اولمبي نوعا ما فيه بادره خير، وكانت مشكلته المده اللي فاتت ان ما كانش فيه مدرب كويس، وكنا نبغى للمنتخب الاولمبي مدرب محترف. المفروض اعطيناهم فرصه في بطولة نسبيا نكي سهله شويه، طعمناها ممكن ببعض اللاعبين المتالقين او مستواهم ثابت. بقيت انت الحاجات الغريبه هيك بس؟ لا، جي احسن مدافع في ليبيا اللي هو سند الورفلي يقول معلش رانا اعتزل دوليا ومش حنمشي معاكم للجزائر. فينفجأ المدرب وش ندير؟ يقول لا انا ضروري نمشي نجيب مدافع. فانت عقليا شنو يقول لك؟ ان المدافع اللي بيجيب هذا حيكون تحصيل حاصل، يعني شخص يقامز على البنك، لانه هو اساسا كده عنده هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث واختارهم من الاول. لا، يجي هنا مارتينيز يدير حاجه غريبه، يمشي يستدعي منصور رزق وبعدين يلعب اساسي. ونجو نشوفه في مباراه الجزائر تشكيله خطيره بالكل، الا في حارس مرمى جدور على اليمين، عكاشه على الشمال، ظهير شمال اللي هو يلعب مدافع مع الاهلي طرابلس، ومنصور رزق وعلي سلامه في القلب، قدامهم التهامي وبالقاسم رجب، قدامهم شويه الخوجه وعلي صرب حمام منير وعلى اليمين العباسي وراس حربه وحيد اللي هو السلتو. حكينا عليه من قبل وقلنا ان السلتو كويس جدا كمحطه استلام وتسليم، لكن عنده مشكله كبيره جدا انه هو يطلع ديما على الاطراف، وهذه تسبب في فراغ في منطقه الجزاء لان باقي اللاعبين اغلبهم ما يعرفش يهاجم. كانت مباراه ممله بصراحه من الطرفين، فمن كره ميته بالقاسم رجب قرر انه يرجعها للافي، قصيره كانت خطفها مهاجم منتخب الجزائري عشان يحاول يراوغ اللافي فيسبب في ضربه جزاء ويسجلوا اين جول ونخسروا 1-0 في مباراه مريضه جدا من الطرفين، لان لو الجول هذا ما خشش كانت المباراه حتنتهي 0-0 والحكم تقريبا كان حيصفر قبل ما تكمل. بس قلنا مش مشكله، موزمبيق واثيوبيا تعادلوا وشكلهم مكي هم اثنين تعبانين، لان نحن مثلا مستوانا متواضع فهم اكيد مستواهم اقل منا. وفعلا عشان تبدا مباراتنا ضد موزمبيق، ولكن يفاجئنا مارتينيز بتشكيله مغايره شويه، خط دفاع حارس المرمى كيف ما هم، لكن قدام لان التهامي ما اداش كويس ف طلع او لعب ميكانا صهيب تقريبا يعني نفس طريقه المباراه اللي قبلها، هي 4-2-3-1، فحط بس الخوجه جناح المره هذه، كان الخوجه في المباراه اللي فاتت علي بو عرقوب، وعلي صار محمد منير طبعا كالعاده اللي هو ظهير يلعب في الاهلي طرابلس لعبه كجناح، وحط قدام من؟ لا مش السلتو اللي هو دار نوعا ما مباراه كويسه نسبيا، كان ممكن بس المدرب يقول له ركز انك تبدا في منطقه جزاء ومعاش تهرب على الاطراف، ومش كراوع اللي هو في حياته واخذ هداف الدوري تقريبا 3 مرات مع فرق مختلفه. لا انا حنفاجئكم كلكم، واللاعب صالح الطاهر اللي تقريبا عنده جول واحد الموسم هذا، ومشت معنا الكوره وربك رزقنا بجول عكسي والامور تمام، والمنتخب الموزمبيقي فعلا طلع مش متواضع، طلع اقل من المتواضع، تضغط عليه طلعها برا. لكن بعدين احنا قلنا لا احنا كيف نمشي كويس الشوط الاول، احنا ضروري نجوز الشوط الثاني ونبدا نور فيهم ان الباص بسرعه. هي حاجه اساسا كنا نديروا فيها الشوط الاول، لكن الشوط الثاني تمت بكثره خاصه ان هم اعطونا فرص نهاجموا عليهم، في مرات هجمنا عليهم نحن 4-3، عارف ايش كنا نديروا وقتها؟ كنا نهدف اللعب. انت ممكن تتوقع ان هذا بلكي وقت تعزك فيه مثلا معاذ عيسى على الاطراف بحيث انه هو يلعب وراء المدافعين؟ لا 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 لا, لا ابدا، انا اذكى من هيك، انا حنخلي تقريبا نفس التشكيله ونبدا نلعب في الباص اللي مالهاش داعي ونبطئ في الكوره واللاعبين يصبوا قريبين من بعضهم. منين مدرب منتخب موزمبيق يدير تغييرات قلب بيه المباراه؟ هكذا الجول الاول ونحن بنهاجمه، وهكذا الجول الثاني ونحن بنحط الكره في النص، وهكذا الجول الثالث عشان تقعد 3-1 وبعدين يخش السلتو يسجل جول، مش تقعد المباراه 3-2 في فاجعه للناس واجده. بس انا واحد من الناس ما كنتش متضايق، بالعكس هذا كان امر متوقع، بل انا كنت نشوف فيه انه المفروض يصير هيك، يعني لان كره القدم مش هيك تلعب. الكلام بتاع انه في مباريات تكسب ولا تلعب وكذا، هذا الكلام هذا ما فيش منه، كره القدم تلعب وتكسب، خاصه في البطولات الكلام هذا كاي يديرها في التصفيات، لكن في البطوله انت ضروري توري الناس انك تعرف تلعب. فتو في
جديد شنو بيصير. انا واحد من الناس مانيش عارف شنو يصير، لكن متوقع بشكل كبير جدا ان لن يتغير شيء. انت يا ريت هنا يعني تعطيني رايك، انت شو رايك في الحلول يعني شنو حنديره قدام نحن باش نحسنوا مشاكل المنتخب؟ لان انا واحد من الناس مش شايف ان احنا ضروري نوقف الكوره او نحن عشان نصلحوا من انفسنا ضروري نوقفوا ونسكر ارواحنا. لا، نحن ضروري نشاركوا في كل بطوله، لكن المفروض نحن نعرفوا شنو بنديره في البطوله القادمه. يكون عندنا اهداف واستراتيجيات العشرة 15 سنه، ركزوا على الشباب والناشئين ونحاول ان احنا نحضروهم محليا ودوليا. لكن انا ما زلت نحب نسمع منك كيف نقدر نطور انفسنا ومن سبب المشاكل هذينا كلها. سمعني رايك يا غالي، تلاقوا ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.